لما تروح تشتري اغلى تليفون في العالم. السلام عليكم. ايه يا ابني، واحده واحده يا ابني، انا عايز اغلى تليفون. ايه؟ طب يلا بقى تعالى معايا. هم دول بقى اغلى تليفونين عندك؟ اه هم دول اغلى تليفونين. طب افتح يلا بقى اوريك. بس لو اتفتح مش هينفع يرجع. انت جامعك بيقول لك افتحه يا عم. الله، هو ده اللي عامل 5000 جنيه صح؟ مبروك عليك يا باشا. 5000 مين يا ابني؟ انت عبيط يا ابني ولا مبرشم ولا ايه؟ يا جدعان اقفلوا المحل. يا عم تصلي على النبي يا عم، في ايه يا عم؟ مش كده يا عم.